ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو بلا سورة هود سيتر باتش ساتو آيات ساتو آيات يام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلامي تنتغن ينسان Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan nak sampaikan Quran kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi rintangan dan dugaan yang sangat besar. Ayat ni ayat 12. Cuba tengok ayat ni. Mari kita terdebur ayat ni. Supaya kita merasai betapa besar legasi, betapa besar dan beratnya tugas untuk memikul wahyu. Quran dan sunnah. Tuan-tuan ya rahmati Allah, nak sampaikan Quran dan sunnah ini bukan mudah. Bukan senang. Banyak rintangan. Kita baca ayat ini dulu. Surah Hud ayat 12. Allah Subhanahu wa taala sebut فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل تقول آية الله سبحانه وتعالى قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وهي محمد ممكن تكن إني من يبقى كان أو فلعلك ممكن تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقولوا تنسون رحمتي الله بتبقى كتكتك musyrikin Quraisy. Betapa kata-kata yang kesat, kata-kata yang melemahkan semangat yang telah diutarakan, yang telah dikemukakan oleh musyrikin Quraisy terhadap Rasulullah. An yaqulu laula unzila alayhi kanz. Kenapa Muhammad ni nabi biasa tak kaya? Kenapa bukan orang yang mewah? Kenapa tidak ada Ketinggian seperti, kenapa tidak ada derjak-derjak besar di dunia seperti raja, pemerintah, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك لولا محمد كلا كلولا أدم ملائكة يمن بانتو دعوة ديه. الله سبحانه وتعالى كتا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ممكن أكن كان تركسا لأن أو مشركين تارك ممكن أو تنقل كان سبهاجيا داري بدا وحيو فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ممكن اوا كان ترببن وهي محمد ممكن اكان ادي بب تر apa ببنان داخل ذيرك انكو كران كاتا كاتا مشركين كان كان يا الله فلعل لك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعْهُ مَنَكُ Tuan-tuan dan rahmati Allah Bayangkan betapa susah dakwah Rasulullah SAW Susah Rintangan daripada orang musyrikin Banyak أَنْ يَقُولُوا Antar kata mereka لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ Kenapa tak ada kemewahan? Kenapa tak ada harta yang turun atas Nabi Muhammad? Kenapa Muhammad ni orang biasa? atau jaa ma'ahu malak ataupun sekurang-kurangnya ada malaikat yang menyokong dakwah dia. Allah Subhanahu wa taala kata inna ma anta nadhir. Wahai Muhammad, tugas engkau wa sallallahu alaihi wasallam tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nadhir menyampaikan berita menakutkan mengenai azab api neraka kepada mereka yang ingkar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بفضل رحمة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي إن قال كان ستحرف بون داربادا وحيو تأتي إن قال تبي الله سبحانه وتعالى دلّم أيّاني نامونجأ كان بتبقى بغل نبصى تقص يعني بيكل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك ت فلاعلك ممكن أو كان تنقل ممكن تنقل سرقة بعض ما يوحى إليك سبعة يعني الله سبحانه وتعالى بغيك بدأ وضائق به صدرك ممكن ادرس لك راس ببا ضائق ضيق الصدر يعني راس دادني راس أي يا الله ان يقولوا لولا انزل عليه كنز ممكن ملك ملك كتير كناب كميه كميوهان او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل توجس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سمباي كان دعوه sampaikan dakwah. Yang akan memberikan kesedaran, yang memberikan hidayah, tawakal. Beri kepada Allah. Sebab tu saya nak kata, kita orang yang ajak manusia ke arah Quran dan sunnah, bukan tugas kita nak, bukan tugas kita nak bagi ke orang ni tegur. Kita sampaikan. Dalam ruangan yang ada, dalam media sosial, dalam uh, media yang ada. Alhamdulillah sekarang ni ada media sosial, ada Facebook, ada Instagram dan ada berbagai cara. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah dalam masjid disekat tak apalah. Tak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Taala takdir belaka. Nabi Hud alaihi kita pergi kat Nabi Hud. Ni Allah Subhanahu Wa Taala bila turunkan surah Hud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi semangat kepada Rasulullah supaya tidak terkesan dengan serangan dan hentaman dan tentangan yang diberikan oleh musyrikin. Nabi Hud AS antara kisah yang sangat menarik. Nabi Hud, tuan-tuan, dia pergi kepada satu kaum yang kaum syirik. Syirik mereka adalah percaya bahawasanya berhala-berhala yang mereka telah buat boleh bagi sihat, boleh bagi sembuh. Berhala mereka boleh bagi sumpahan terhadap orang yang mereka tak suka. Kepercayaan yang sangat karut-marut mengenai tangkal. Tangkal Batu azimah ha. kaum Nabi Hud. Mari kita baca ayat dia. Kita start ayat 50. Wa ila 'adin akhahum Hud kaum 'ad. Kaum 'ad yang Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Hud kepada mereka. Kaum yang sangat mengarut, banyak bidah mereka. Kaum yang penuh dengan bidah. Subhanallah. Kaum penuh dengan bidah. Bidah. Tempat tu, tempat tu, tuan-tuan, Al Ahqaf, di Yaman. يمن حضرموت سبحان الله طبقوا ميمان سجادولو سباسكرا عملا بدعه يا سند شري Tengok. الله سبحانه وتعالى كتب وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إل إن أنتم إلا مفترون ويا قوم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود يا الله سيشرح قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم

kerana kesombongan mereka kalau orang yang mereka tak suka mereka kata nanti Tuhan berhala-berhala kami akan beri akan sialkan engkau mereka percaya kepada sial mereka percaya kepada tangkal mereka percaya kepada benda yang syirik yakni mereka percaya bahawasanya batu dan berhala mereka boleh memberikan mudarat ataupun boleh memberikan manfaat kepada orang yang mereka nak wa ila aadin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ya sembah Allah yang satu. Ma lakum min ilahin ghairu. Allah Tuhan yang satu. Tak ada Tuhan lain. In antum illa muftarun. Kamu kaum yang suka reka. al iftira Suka tipu atas nama Allah. Tengok tu Tuhan. Sekarang ni betapa kita ada orang yang banyak mencipta amalan dan perbuatan dan dan rujukan, sandarkan amalan ini kepada Allah dan Rasul. Ramai. Baru ni kita dah sebut capal lambang capal yang kurnia inilah capal yang boleh berikan berkat yang boleh berikan sihat boleh bagi ke anak anak baru lahir letak capal di tangan dia dia berkat dia jadi sihat kurnia nak cinta Rasulullah satu amalan yang tidak ada kaitan dengan Rasulullah SAW kejap lagi sekarang ni dah muncul satu lagi amalan iaitu jubah jubah Rasulullah kejap lagi akan ambil satu helai rambut Rasulullah tuan-tuan terahmati Allah semua ini Rasulullah SAW tidak pernah صرخت امبي ربليكا اتاقون كِسَنْ كِسَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم تابرنا رسول الله اني تبرك افتراء 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 يعني دعوه سَوَاتُهُ بالنار ترى الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الله سبحانه apa? Dengan rih, dengan ribut, butin beliung. Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan kaum Ad dengan angin yang kuat sangat yang menghancurkan negara mereka. Tuhan yang rahmati Allah. Kenapa kita tak percaya kepada hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita ikut cara kaum Ad? Allah Subhanahu Wa Taala kata. Tengok Allah kata apa? Dalam surah Ar-Rum قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مجرمين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل بقي له جي دي بومي الله تنقو تبا الله سبحانه وتعالى هنشر كان قوم عاد دي حضر موت تنقو تبا تنقلن الله سبحانه وتعالى هنشر كان قوم نبي صالح دي مدائن صالح دي أتارو عرب Pergi tengok. Tuan-tuan rahmati Allah. Tapi kalau ikut hadis Rasulullah, kita percaya kepada sunnah Rasulullah, umat ini tidak akan dibinasakan dengan butin beliung ataupun azab daripada atas ataupun bawah. Tak. Umat ini akan dibinasakan dengan berbalahan sendiri. Nah, ada hadis sahih Bukhari. Nanti insya-Allah saya akan sebut. Takut nanti panjang. Jadi, masalah kaum Nabi Hud, tengok ayat ni وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله سبح الله ينسى ما لكم من إله غيره كم تدا أدا يا ينبري كان منفعة بري كان صحة الله باقي عزب الله بغي سجال اليوم ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا إن تقوم إن أنتم إلا مفترون قوم ين suka iftar iftirak. Iftirak, yani yaftari tipu reka sesuatu kemudian sandarkan kepada orang oh, lain itu panggil iftirak. wa man adlamu mimman iftara wa man adlamu mimman iftara ala allah kadhiba tengok ayat ni wa man adlamu mimman iftara iftara yani yad'i al-kadhib menipu tuan rahmati allah masalah kita tidak faham bahasa arab itulah masalah sebab itulah banyak bidah dan amalan سبق تفهم سبق تو الله سبحانه وتعالى سبو أم يقولون اَفْتَرَاهُ أوغا مشركين تدو رسول الله صلى الله عليه وسلم كولون يا رسول الله افترى القرآن يعني افترى يعني ديبوان كموديان دي نسبة كبال الله يتبنى الافتراء يفتري الكذب بو أسسوات تو بليبوان كموديان دي ساندر كان كبال الله أتى بالرسول إن أنتم إلا مفترون قوم عاد قوم نبي هود قوم عاد ني عاد Bangsa yang sangat suka buat sesuatu rekaan, kemudian nisbahkan kepada Allah. Kemudian dikata, Ya qawmi la as'alukum alaihi ajra, wahai qawm aku, aku tak minta sebarang upah. In ajriya illa ala alladhi fatarani. Pahala aku, hanya, ajar aku, pahala aku, hanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Kamu tak fikir ke? Allah bagi aku. Tak apa, aku tak nak duit. Kemudian ayat seterusnya, ayat lima dua. <tuh> wahai kaum aku, istighfar. Amalan yang kamu lakukan, wahai kaum aku. Amalan kaum ad. Amalan mereka ini, yang mendakwa sesuatu, reka satu amalan, tidak ada kaitan dengan Allah. Tuan-tuan, amalan bid'ah ni, orang tak akan istighfar. سمعت له إمام سفيان الثوري رحمه الله قال صاحب إذا كان صاحب الذنب أذنب من شهوة فأمن له التوبة أو غن ينبوء دوس كرانا شهوة نفسه الإمام سفيان الثوري رحمه الله قال له أو غن بوء دوس كرانا شهوة كرانا ناتشوغي متشانشوغي كرانا نادوي كرانا برزينة كرانا نأ برزينا لنغوانيتا Kalau orang buat dosa kerana syahwat nafsu, insya Allah harapkan dia bertaubat. Sebab orang yang buat dosa, yang buat zina, orang yang melakukan zina, melakukan curi dan sebagainya, dia tahu dia dia bersalah. Dan dia harap dan doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia taubat. Insya Allah dia bertaubat. Tapi ahli bid'ah, ah, ahli hawa nafsu tak akan istighfar tu tuan. Kerana mereka ingat apa yang mereka buat ni adalah amalan mereka 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 ingat sebagai satu amalan agama. Dia tak akan istighfar. Satu lagi tak akan istighfar sebab dah ada pengikut. Kalau dia patah balik, malu dengan pengikut dia. Kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut para sahabat, kita ikut para tabi'in. Kita ikut ulama yang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab itulah dikata apa Nabi Hud kata, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum." Istighfar dengan amalan rekaan kamu yang kamu dakwa terhadap Allah dan tidak benar. ثم توبوا إليه استغفار دلو توبة أكن دتن يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين استغفار أكن توبة كمدين الله سبحانه وتعالى أكن باقي لاقي بانيو الله سبحانه وتعالى أكن هنتا يرسل السماء الله سبحانه وتعالى أكن قرأ أكن لانيت. Yursil sama'a alaikum midrara Allahu Akbar Bila teringat Teringat bab as-sama' Ada seorang ustaz La hawla wa la illa. Keluar kat ke TV tadi Ustaz Glema Seorang ustaz yang sangat saya terkesal dengan terkes, Saya rasa sangat Kesal Kerana apabila dia menafikan Kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala atas arash Dia nafikan Allah Dia kata oh Allah tidak bertempat Jangan kata Allah ada, ada atas arash ابي اوه واه استاذ واه يا استاذ اوه ادي ساتو قال استاذ استاذ يا غليمو اللي كلوه كالتيفي اوقات نافكان الله سبحانه وتعالى اتساره جدا كان الله سبحانه وتعالى سبت أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض أأمنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا يا الله، سورة الملك. كنا طلع آية قرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى سبُّد. سورة الملك آية تجي آية نبلاس بلاصة تجي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تَمُورُ الله سبحانه وتعالى كتب. أأمنتم أَدَكَ كاموراس السلامة، لكن أدري الله. الله سبحانه وتعالى سبُّد القرآن. أأمنتم من في السماء؟ سي بودي لانجين، وأبوك الله، ملكي طلع. عقيدة جهمية يعني. عقيدة جهمية دا معتزلة. يا منافقا كوجود الله سبحانه وتعالى. سيدنا كان الله سبحانه وتعالى سبقول. دا سورة هود. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. عرش الله سبحانه وتعالى تلهى عدد لا وكان عرشه على الماء. اوه الله اهتدى بتول. تابي بكاتان اتو ممundان مصلحة ينسنق بهيو. ابو بيل كامو منافيكا سيقال ايه القران الله سبحانه وتعالى كتب. أأمنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا. أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي سيبوكا ينبولي الله سبحانه وتعالى ين كان سلاماً الله يأدري لاني ينبولي تقلم كان بومي سي بومي جي فهي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا الله سبحانه وتعالى ينبولي أوتوس الحاصب باتوا الله سبحانه وتعالى سواء بوكا باللي الله سبحانه وتعالى Atas Arash. bukan maksudnya bertempat di situ tidak ada tempat Tuan atas pada langit ketujuh tak tahu apa tak ada tempat Tuan Allah Subhanahu Wa Taala sebut ilaihi yas'adul kalimut tayyib ilaihi kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan naik segala kata-kata yang baik wal 'amalu ssalihu yarfa'u wal 'amalu yarfa'u kita mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut أبوي الله سبحانه وتعالى سبوا إدلهم قرآن دنجوجا إدلهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته إمام مالك بالله أوغا تاني ديو قال يا إمام مالك ما معنى الإستواء أبو إيش استواء إمام مالك ما هكا ديو فجعل يتفصد عرقا قال الإستواء معلوم إستواء تقول كلها هذيك تهوي إستواء استوى نعم إستوى سبرتي من الله سبحانه وتعالى سبوا واستوت على الجودي استوى استوى فهم أغين فهم عرب يفهم فهم استوى استقر مكان الله سبحانه وتعالى نعم استوى على وارتفع إمام ابن حجر العسقلاني دام كتاب فتح الباري لكي ترفع استوى على نعم رحمة الله باقي مانا والكيف مجهول بقي مانا الله استوى تأتهو كتا إكد أبا يا الله سبحانه وتعالى سبق دلم القرآن تابعيت بين لقيت هذا استاذ ين جاهل ين منيس كان مشاركات عقيده جهميه ولا حول ولا قوه الا بالله كتا سامبو له نبي هود عليه السلام سببو. أأمنتم من في السماء؟ نعم لا ويا قَوْمِ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السَّمَاءَ عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تَتَوَلَّوْا مجرمين ولا تتولوا Jangan kamu perpaling tadah daripada dakwah aku. Nabi Hud kata kepada kaum dia. Jangan jadi penjenayah. Jangan jadi mujrimin. Lalu mereka tak nak dengar. Qalu ya مَا ma jiktana وَمَا wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik. Qalu ya Hud. Eh tengok kaum. Tuan-tuan rahmati Allah. Setiap kaum. Bila Allah subhanahu wa ta'ala utuskan Nabi kepada mereka, mesti kaum itu akan mendustai Nabi mereka. Mesti. Qalu Yahud ma jiktana bi bayinah. ada benda semua yang yang awa awak bawa ni, kata Allah dan kata engkau ni, tidak berguna. Ya Allah tuan-tuan. tuan rahmati Allah. Al-bayinah. Al-bayinah. Benda yang jelas. Ia'ni Quran dan Sunnah. سبتوا الله سبحانه وتعالى سبوا دلنا سورة هود أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أفمن كان على بينة من ربه سامك أوغن أد دليل بكتي جلس يأتي قرآن للسنة ويتلوه شاهد منه بحكا أدب لا يتلوه عبد الله بن عباس كاتا يعني رسول الله كتاب القرآن يعني باتي يقول رسول الله كمودي أدى سنة كِتَابَنَا Itulah dua sumber yang paling agung, yang paling sahih, yang paling nyata, yang paling jelas, yang paling pure, yang paling tuling. Afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun min wa min qablihi kitab Musa. Al-Quran dulu, Al-Quran kemudian uh, e, Taurat kitab Musa sebelum ni. Wa min qablihi kitab Musa imama wa rahmah. Seperti mana Al-Quran menjadi rahmat dan memberikan hidayah dan memberikan sembuh kepada hati orang beriman sahaja. Begitu juga tengok ayat ni ayat 17. Naam. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun min wa min qablihi kitab Musa imama wa rahma Ulaika ka yu'minuna bih wa man yakfur bihi min al ahzab fan naru maw'iduh wa man yakfur bih barang siapa yang kufur kepada al-Quran ataupun صلح التفسير تفسير من كثير سيبقى كفر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دان طلق نبي محمد. فالنار موعده هذا حديث صحيح. حديث صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يسمع بي احد من هذه الامه يهوديا كان او نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا واكبه الله على وجهه في النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدمي الله mana mana orang, ahad min al mana mana orang dalam umat yang hidup ni, Kristian ke Yahudi, dengar pasal aku, kemudian tidak beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada aku, mesti Allah Subhanahu Wa Taala akan campak ke, campakkan di dalam api neraka. Jangan tolak sunnah Rasulullah, jangan tolak hadis tuan, belajar dulu. Walau halulah kuat Allah bilah kita sampaikan tuan. Mereka nak ikut, tak nak ikut, terpulang. Kita إنما أنت نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توكس دي سامباي. من يامباي. دعوة ديو، برنكاوال، سامباي. الله سبحانه وتعالى باقي ككواتا، لا ينجي تو. تابي كيتا هانية، بون ساجو. أولا إيكو ترقول الله سبحانه وتعالى، لا باقي هدايا، الله باقي هدايا. تابي كلاه الله سبحانه وتعالى، تانا باقي هدايا. Bukan tugas kita nak bagi dia hidayah. Baik. Hmm. Kemudian qalu yahud yahud ma yahud ma ji'tana bi bayyinah wa ma kata kata awak ni kononnya engkau rasul tak berguna. Wa ma nahnu kami tak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, berhala kami ini dengan kata-kata engkau ni. Maksudnya, tengok. Kaum Hud. Dengar ni kaum lebih berpegang dengan berhala mereka daripada kata Rasul. Ya Allah. Kaum Ad lebih percaya kepercayaan karuk marut yang mereka mewarisi daripada atuk moyang berbanding kata Rasul. Allahu Akbar. Tengok ayat ni. Sahabat, jelas tak? Ayat berapa ni? Ayat lima tiga. Cuba tengok. Qalu ya hudu ma jiktana وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن بتارك آلهتنا kami tak akan tinggalkan pegangan kepercayaan kita terhadap berhala-berhala dengan hanya kata-kata engkau siapa hud tengok akibat kaum yang tolak kata-kata nabi mereka Allahu akbar tuan faham tak apa saya nak sampaikan faham tak Allahu akbar faham tak tuan Ya Allah. Faham tak tuan Faham tak ayat ni? Ya Allah, saya rasa takut saya seorang je yang seronok. Sahabat faham tak ayat ni? Allah sedar ayat ni. Qalu <ęglu> ya Hud, ma ji'tana bi bayyinah. Wahai <tafi> Hud, tak ada bayyinah, tak cukup, tak jelas. Uy. Bayyinah ni tuan-tuan, bayyinah yakni wahyu yang dibawa oleh Rasul. Sama ada Quran ataupun kata-kata -kat Rasul yang ni sunnah dia. Siti, Nabi ada kitab Allah dan dia ada sunnah dia. "Katakanlah, wahai orang Yahudi, apa yang kita berikan kepada kamu dan apa yang kami takkan tinggal, apa yang kami takkan tinggal dan apa kami Kami tinggalkan kepercayaan terhadap berhala-berhala kami kerana katamu takut. Takut apa? Takut apa? Takut apa? Takut apa? Takut apa? dan pegangan atuk moyang Allahu akbar macam kita sekarang kita bawa kata Rasulullah gini ah hadis hadis tak tak boleh makan ya. Sunnah sunah sikit-sikit sunah kita nak ni ulama kita kata kalau ulama kamu menyalahi sunnah Rasulullah campak ulama kamu tu tuan, tuan wallahi kalau kata seorang ulama menyalahi kata Rasulullah campak dia tu tuan, tuan itulah kata Imam Syafi'i rahimahullah idza kata Imam Syafi'i إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقوله عرض الحائط كتم شافعي كلو تينو كت أكو جني كم كموديان كموجب جب كت رسول الله أم ب رسول الله دم بجان دم شمط كت سكيرني من يلاه كت رسول الله تينو علماء ينصالح إمام الشافعي رحمه الله دان إمام أبو حنيفة رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي إمام أبو حنيفة رحمه الله قال بلا حديث إتو صحيح إتو لا مذهب أكو مذهب الحديث أبو حنيفة إمام مالك شافعي أحمد إمام الأوزاعي علي بن المديني حماد بن سلمة سبل سبلومني إمام أبو قلابة رحمه الله حسان بن عطية ما شاء الله تسلمت رحمات الله جزاهم الله اتوله سبتو قومنا بهود كتبوا قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين دع كميت أكرم ريمان كباركم كموديال أيه Inna kulu illa ataraka ba'du alihatina bisu Mereka kata sebenarnya kami nampak Masalah engkau wahai Masalah engkau satu je wahai Hud Kami rasa Inna kul pendapat kami Inna kulu illa ataraka ba'du alihatina bisu Mungkin sebahagian berhala-berhala kami Telah sialkan engkau Astaghfirullah Tengok Kepercayaan kaum ad Mereka percaya bahawasanya berhala-berhala mereka ni boleh memberikan mudarat dan sumpahan terhadap orang lain. Inna qulu illa ataraka ba'd alihatina bisu. Ah berhala-berhala kami tak suka pada awak, tak puas hati kepada awak, maka engkau kena sumpahan berhala kami. Astaghfirullah. Terus Nabi Hud alaihi salam kekalkan dan menegakkan akidah tauhid dia ada kaitan dengan tawakal, tawakul. Kata Nabi Hud terus dalam ayat tu مرك كاتو إن نقول إلا أن تراك بعض آله بسوء قال إني أشهد الله يا الله تتوان توتا مرك يا منافقا كتيعا الله مرك يا منافق مرك يا نطلع الله سبحانه وتعالى أدى التسع عشر مرك إني سنى بردو ترى رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دلهم حديث صحيح كتيبك باجندو برديري دي عرفه ستة أبكات ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم اشهد oh, تنجو كان يؤشر بإصبعه إلى السماء وإلى الناس ستي أكالي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمبي كان سسواتو كبدا أغرام مايام بركمبول دي برهمبون دي بدن عرفة <coughs> ستي أكالي رسول الله أكان أنك يا الله اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد الله أدو التسعرش الرحمن على العرش استوى مشرك يا نعم تتوان تيجوا سوره الفرقان تيجوا ايه دي يا الله وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل الله توكل بدا الله وتوكل على الحي الذي لا يموت توكل بدا الله tak akan mati وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الرحمن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا يا الله سورة الفرقان أي برافو أي 5.6 لا يا 5.6 ما قلنا ايش شاري بس أي شيء يقول لا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الله سبحانه وتعالى شبت دلم نمهري ثم استوى ثم استوى الله سبحانه وتعالى برص نعم برس مايام الله سبحانه وتعالى دودو التسع عرش نعم ثم استوى على العرش الرحمن الله فاسأل به خبيرا فاسأل به خبيرا تاهو بسأل الله تاني له أغني أد المو، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني يا رسول الله ده القرآن الله سبه دلم سنة الله سب رسول الله سبه القرآن سنة نعم يقول ناباس ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة الله سبحانه وتعالى سبوا ليبقى أنت ما أي قرآن يا يعني سيد أي القرآن دي كان شيخ إمام بخاري شيخ أبو عاصم عاصم أبو عاصم شيخ البخاري شيخ الشيخ البخاري دي لانه من بداس الجهميه يا منافقا وجود الله سبحانه وتعالى التسع رجال قالوا الله بوكا الذي التسع رجال هذا عرش انتم ابو عرش يندي سانجو يعني بقنا والملائكه الله سبحانه وتعالى سبل الذين يحملون العرش سوره الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تتوان رحمة الله يا الله سي له تفهم له أغني نفكا كوجد الله التسعرش تتوان الله سب القرآن سورة غافر ممكن سورة برتامو شو بتنقوا الذين يحملون العرش ملائكة ين توجس ملائكة بقى عرش الله ومن حوله ملائكة ين سكلين عرش الله يسبحون بحمد ربهم ملكة تسبح من ليس كان الله سبحانه وتعالى يعني أداء التسعرش عشر الله تدي أداء التسعة عشر ملاك استغفر الله إني عقيدة جمия منافقا كوجود الله منافقا الله كمن أه تأته هيلم تبيس بأقوى كم تأيك القرآن من سورة غافر سورة الزمر آيات الأخير آيات جبل ليمو وترى الملائكة حَافِينَ من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي الامر نعم وقضي بينهم وترى الملائكه حافين من حول العرش ملائكه ددو ديكليني عرش يسبحون بحمد ربهم بالتسبيح dengan nama الله ده ملائكه ددو بوسين عرش تسبح مغيسك الله كلو الله تدي ادى اتس عرش الله دو... ملائكه تسبيح يا الله bahaya Itulah akidah jahmiah yang berlaku yang tersebar dan masuk dalam TV kita. Allahu Rabbi. Dahsyat. Masyarakat hmm, jahil dan akan jadi kohoh jahil. Sebab itulah sunnah susah nak naik tuan. Kita disekat di masjid, ditarik tauliah, tak boleh masuk TV. Bagaimana Islam nak tersebar? Bagaimana sunnah Rasulullah? Bagaimana Quran dan hadis nak naik? Tak boleh. Itulah tugas kita alhamdulillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi peluang Mungkin hikmah Allah Subhanahu Wa Taala Allah tak nak bagi orang sunnah ni selesa. Mesti kena bekerja kerah. Pagi kuliah. Guna Facebook. Guna Instagram. Apa yang ada? Insya Allah kalau masyarakat nak kebenaran mereka akan cari. Wala hawla wala quwata illa billah. Jumpa tak ayat tadi? Subhanallah tak ingat ayat-ayat semua. Surah Al-Furqan, Surah Ghafir, Surah Al-Zumar. Semua mari. Eh? Subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Tengok tak? Jumpa tak ayat tadi? Allahu Akbar tak, tak keluarkan ayat tadi? Amboi Mana ayat tadi? Tak tolong saya pun? Allahu Akbar Taib. Ayat tadi tak nak tak nak cari hmm, Tak apalah saya cari ayat tadi Sudah Surah Al-Furqan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut antara surah yang sangat saya suka. Nah. Wama ayat 56. Betul? Eh? Wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wahai Muhammad Allah Subhanahu wa taala hanya utuskan engkau mubashir wa nadhir memberikan berita baik pasal syurga dan nadhira pasal عزب قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم, ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن وغا مشرك بلين تاسو كبر انا الرحمن وغا مشركين الله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن كان كنا سجود كبدا الله الرحمن قالوا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا بالين nama Allah yang paling musyrik tak suka Rahman. Wa idza qila lahum isjudu lirrahman bila mereka diperintah untuk sujud kepada Allah Ar-Rahman yang ada atas arasy. Qalu wa marrahman? Apa itu Rahman? Ana sujudu lima ta'muruna? Ta Ay Muhammad, suruh kami sujud kepada benda yang awak suruh. Wazadahum nufura. Makin mereka benci dan tak nak ikut Rasulullah. Ya Allah, tak tahu nak tuan. Wallahi tuan. Orang ya Allah Subhanahu wa taala nak bagi hidayah, Memang orang yang untung Orang yang telah dapat Petunjuk menuju ke arah Quran dan Sunnah Dan pegang Quran dan Sunnah memang untung Tapi orang yang makin jauh daripada Quran Dan jauh daripada hadis Rasulullah Dan jauh daripada madhab Amalan sahabat dan pendapat dan fahaman sahabat Dan para salaf salih Orang yang telah dijauhkan daripada rahmat Allah Kita doa untuk mereka Allahumma hadiqumi fa'annahu la'am Ya Allah berikanlah hidayah فدا ملكة ينجاوه ترف هذا قران دا يا رب يا رب العالمين سيتتب ان شاء الله جدي ارتعي عن قوم نبي هود ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون كتب هود اكو الله ساسي اكو واشهدوا كامو سأسي. إني أُشهد الله، سامح رسول الله، أكو الله سأسي أكو، وأشهدوا كامو سأسي أني بريء، أكو أن الشريك ين كامو أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. قال إني أُشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون. min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun kamu kumpulkan kekuatan kamu dengan berhala-berhala kamu kononnya nak buat kejahatan atas aku tapi aku tak akan terkesan sebab aku percaya kepada Allah saja min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun jangan teragak-agak untuk buat jahat kat aku MasyaAllah, nabi hud yakin pada Allah rasul inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum كاتنا بيهود اكو توكل بعد الله تهن ربي تهن اكو تهن "ما من دابة الا لا. اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ستيا منذ يوم برجالا اتى الله سبحانه وتعالى ين قرص كان Dan الله سبحانه وتعالى ين كندالي كان" inna rabbiyal ala siratin mustaqim bila Allah subhanahu wa ta'ala subbu benda benda maka benda itulah yang lurus yang patut diikuti iaitu jalan siratul mustaqim semoga rahmat Allah tawakal pada Allah percaya kepada al-Quran percaya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang ikut Quran dan sunnah insya-Allah cukup setakat ini barakallahu fikum اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم اهدي قومنا فانهم لا يعلمون يا الله بارك لنا هدايك بدل قوم كامي دي بومي كرنا دا منتهوي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته